لويين 13 وقال الرب لموسى وهارون لو اتصاب جلد انسان بورم او قوباء او لمعة ممكن تتحول في جلده لمرض البرص فيتاخد لهارون او لحد من ولاده الكهنة عشان يعينه. فلو لقى الكاهن ان الشعر في مكان المرض ابيض وان مكان المرض غويط عن سطح الجلد اللي حواليه فالمرض يبقى ضربة البرص، فيعلن الكاهن انه متصاب بمرض البرص النجس. ولو ما كانتش البوعة البيضة غويط عن سطح الجلد وما كانش الشعر اللي موجود فيها ابيض يحجز الكاهن المريض 7 ايام بعدين يفحصوا بعد كده. فلو لقى ان البقعة ما وسعتش ومدت يحجزوا الكاهن 7 ايام تانية ويعينوا في اليوم السابع مرة تانية. فلو لقى ان الضربة لونها غامق والبقعة ما وسعتش ومدت يحكم بسلامته، دي قوباء، وعليه بس انه يغسل هدومه فيعتبر طاهر. لكن لو اتمدت البقعة في الجلد بعد معاينة الكاهن ليه عشان تطهيره يتعرض على الكاهن مرة تانية. فلو لقى الكاهن بعد فحصه ان البقعة اتمدت ووسعت يعلن الكاهن نجاسته لانه مصاب بمرض البرص. لو كان انسان مصاب بمرض البرص تعرضوه على الكاهن، فلو لقى الكاهن بعد فحصه ان في الجلد ورم ابيض ابيض فيه الشعر وظهرت فيه قرحة فيبقى ده مرض برص مزمن اصاب جلده، ويعلن الكاهن عشان كده نجاسته وما يحجزوش عشان المرض ثبت فيه. لكن لو كان البرص انتشر في جلد الجسم كله وغطى المصاب من راسه لرجليه يعيد الكاهن فحصه. فلو لقى ان البرص غطى الجسم كله يعلن طهارته لان جلده كله اتحول للون الابيض. لكن لما يشوف فيه قرحة يحكم بنجاسة المريض بعدين يعيد فحصه. فلو لقى قرحة في الجلد المصاب يعلن نجاسة المريض لان القرحة نكسة وهي علامة البرص. بعدين لو رجع لون القرحة وبيض يعرض نفسه على الكاهن. فلو فحصها الكاهن ولقى ان البقعة اتحولت لبيضة يعلن طهارة المصاب هو طاهر. لو كان في جلد الانسان دم تم شفاؤه بعدين اتخلف عنه ورم ابيض او بقعة لمعة بيضة ضربة للون الاحمر فيتعرض على الكاهن. فلو لقى الكاهن ان مكان المرض غويط عن سطح باقي الجلد وبيض الشعر فيه يعلن نجاسته لانه مرض برص فرغ في الدم. ولكن لو عينه كاهن فلقى ان مكان المرض مفهوش شعر ابيض وانه متساوي مع سطح باقي الجلد وان لونه غامق يحجز المصاب 7 ايام. فلو مد ووسع في الجلد يحكم الكاهن بنجاسته لانه مصاب بالمرض. ولكن لو فضلت البقعة اللمعة زي ما هي وما وسعتش وما مدتش تبقى مجرد اثر للدم فيعلن طهارة المصاب. لو اتحرق جلد الانسان فابيض مكان الحرق او بقى ابيض ضرب للون الاحمر وفحص الكاهن البقعة اللمعة فلقى ان شعرها ابيض وبانت غويطة عن سطح باقي الجلد فيبقى ده برص فرغ في مكان الحرق فيحكم بنجاسته. ولكن لو فحصها الكاهن وما لقاش في البقعة شعر ابيض وانها متساوية مع سطح باقي الجلد وان لونها غامق يحجزه اسبوع بعدين يعيد فحصه في اليوم السابع. فلو لقى انها مدت في الجلد يعني نجاسته لانه مصاب بالبرص. لكن لو فضلت البقعة اللمعة على حالها ومددتش في الجلد ولونها هدي فهي مجرد اثر للحرق ومش برص ويعلن الكاهن طهارة المصاب. لو اتصاب راجل او ست بقرحة في الراس او في الدقن وعين الكاهن الاصابة فلقاها غويطة عن سطح باقي الجلد وفيها شعر اشقر رقيق يحكم بنجاسة المصاب لانها قرعة برص الراس او الدقن. لكن لو لقى الكاهن بعد فحص إصابة القرع إنها مش غويطة عن سطح باقي الجلد وإنها خالية من الشعر الأسود يحجز الكاهن المصاب بالقرع 7 أيام بعدين يعيد الفحص في اليوم السابع. فلو لقى إنها ممددش وإنها خالية من الشعر الأشقر وإنها متساوية مع سطح باقي الجلد يحلق المصاب شعره ما عدا شعر البقعة المتصابة ويحجزه الكاهن 7 أيام تانية. فلو لقى الكاهن في اليوم السابع ان الاصابة ما مددتش في جلد المريض وانها متساوية مع سطح باقي الجلد يحكم بطهارته وعليه بس انه يغسل هدومه فيبقى طاهر. لكن لو مد القرع في الجلد بعد عرضه على الكاهن والحكم بطهارته يفحصه الكاهن مرة تانية. فلو لقى ان الاصابة مدت في الجلد ما يحتاجش الكاهن انه يدور على شعر اشقر لان المصاب مريض بمرض البرص. لكن لو لقى الكاهن ان الاصابة وقفت وما مددتش ونبت فيها شعر اسود فدي علامة شفائه.
ويحكم بطهارته. ولو ظهرت في جلد راجل او ست بقع لمعه بيضه وفحصها الكاهن ولقاها لونها هادي بيضه، يبقى ده بهاء انتشر في الجلد والمصاب يبقى طاهر. ولو وقع شعر انسان فهو اقرع ويبقى طاهر. ولو وقع الشعر من مقدمه راسه فهو اصلع ويبقى طاهر. ولكن لو ظهر في القرعه والصلعه قرحه بيضه ضربه للون الاحمر، يبقى ده برص فرغ في القرعه بتاعته او في الصلعه بتاعته، فيفحصه الكاهن. فلو لقى ان الورق في قرعته او صلعته ابيض ضرب للحمره يشبه البرص اللي في جلد الجسم، يبقى وقتها ده ابرص نجس مصاب في راسه، ويحكم الكاهن بنجاسته. وعلى اللي متصاب بمرض البرص انه يشق هدومه ويكشف راسه ويغطي ناحيتين شنبه وينادي نجس نجس، ويفضل طول فترة مرضه نجس يسكن لوحده برا المعسكر معزول. ولو ظهر مرض البرص المعدي في توب صوف او كتان او في حتة قماش منسوجة او متخيطة من صوف او كتان او في جلد او في اي حاجة معمولة من جلد، وكانت اصابة التوب او الجلد او حتة القماش المنسوجة او المتخيطة او في اي حاجة معمولة من جلد ضربة للون الاحمر او الاخضر، فهي اصابة برص تتعرض على الكاهن، فيفحص الاصابة ويحجز الحاجة المتصابة 7 ايام، بعدين يفحصها في اليوم السابع. فلو لقاها مادة في التوب او حتة القماش او في الجلد او في اي حاجة تتعمل من الجلد وتستخدم في عمل اي حاجة، فالاصابة تبقى برص معدي وتبقى نكسة، فيحرق الكاهن بالنار التوب او حتة القماش الصوف او الكتان او متاع الجلد اللي متصاب لانه مرض معدي. لكن لو لقى كاهن ان الاصابة ما مدتش في التوب او في حتة القماش المنسوجة او المتخيطة او في متاع الجلد، يؤمر بغسل الحاجة ويحجزها 7 ايام تانية. فلو شاف الكاهن ان لون البقع في الحاجة اللي متصابة ما تغيرش ولا وسعت البقع فيها، يؤمر بحرقها فهي نكسة لانه انتشر برا المتاع وجواه. ولكن لو لقى كاهن بعد فحص الحاجة اللي متصابة ان البقعة لونها هادي بعد ما اتغسلت، فينزعها من التوب او الجلد او حتة القماش المنسوجة او المتخيطة. بعدين لو رجعت البقعة فظهرت تاني في التوب او في القماش المنسوج او المتخيط او متاع الجلد، تبقى الاصابة معدية ولازم تتحرق الحاجة اللي متصابة بالنار. واما التوب او البطانة بتاعته المنسوجة او اللي متخيطة او متاع الجلد اللي بيتم غسله وتزول منه البقعة، فيتغسل تاني ويطهر. هي دي نصوص التعليمات الخاصة بإصابة البرص في الصوف او الكتان، في البطانة المنسوجة او المتخيطة، او في كل متاع جلد، وعلى حسبها تحكموا على طهارتها او نجاستها.